أنا محمد تعتذر، نشاهد المزيد من التفاصيل. بعد أن قامت لنا محمد بنشر ريل جديد على صفحتها بالإنستغرام بالأمس، كان هذا الريل إعلان لأحمر الشفاء توصلت به لنا محمد مؤخرا، وتلقت لنا الكثير من الانتقادات على هذا الإعلان من طرف الجمهور اللي علق لها أنه هي ما بتحس بالشيء اللي عم يمر فيه بلدها، وهذا الشيء اللي خلى لنا محمد ترد وتمتص غضب الجمهور بنشرها أسطوري تعلن من خلالها أنه العائد المادي من الإعلان راح تعطيه لبلدها وتساعدهم، فالله يجعله في ميزان حسناتك يا لانا. ايضا قمرتا تلقت هجوم من طرف الجمهور بعد نشرها بوست جديد، وهذا الشيء اللي خلى قمر امبارح تنزل ستوريات تعلن عن تضامنها، وكمان سبق واعلنت قمرتا انه هي تبرعت وكمان بتدعي لهم، لكن ما بتقدر توقف شغلها لانه السوشيال ميديا هو مصدر رزقها، وهذا الشيء اللي خلى قمرتا تدخل في خلافات مع صديقتها ياسو وليا حمزه.